نشاط المحل هو ميكس ثلاث حاجات عكس بعض خالص، بس عملناهم مع بعض والحمد لله قدرنا ننجح بيه. هو شوكولاتات مستورد وماركت ثلاث ارباع مستورد، شوكولاتات وكاندي وتشيبس كل الكلام ده كله، ومشاريب تيكاوي ساقع وسخن، ديزرت، وعندي اكل سندوتشات كبده وسجق اسكندراني، مكرونه بالكبده ومكرونه بالسجق. الفكره كانت بصراحه فكره اخواتي الكبار، يعني هم عاملينها عشان على روح والدي، صدر جاري على روح والدي، يعني ان هو لو حضرتك لو حد يعني ما مش معاه فلوس ان هو يشتري اكل يعني يجي ويطلب طلب الحاج بدون اي كسوف ويطلع له سندوتشات بدون اي مقابل. يعني هو يعني احنا لو في فضل بفضل هو لسه لحد دلوقتي اي حد بيعرف ان احنا اولاد الحاج نشأت بي يعني بيشن على راسه بسبب اسم الحاج، بس ان احنا متسمين على اسمه. طلب عباره عن سندوتشات كبده، بيخش يطلب بيساله حضرتك كم فرد، على حسب هو كم فرد هو بيديله سندوتشات تكفي. ده حاجه ربنا يعني احنا عاملينها لربنا، مش هنقعد نحسبها بقى مين ياخد ومين ما ياخدش او مين هيجي يقول انا جعان، اصل ده اللي جاي ده جعان فمش هنقول لا. يعني ده حاجه ربنا احنا مطلعين على روح والدي، فعمرنا ما نقول لا لاي حد ولا نخاف. يعني خير، انت كل ما تعمل خير ربنا يديك خير اكتر والله، كل ما تعمل خير لربنا ربنا يرزقك من واسع. احنا لا احنا فتحنا المحل 2020 بعد التجديد على طول، اول ما بدانا نعمل موضوع السندوتشات. احنا فتحنا في الاول في 2020 كان ده المحل الصغير، كان عباره عن ماركت اللي هو مستورد، شوكولاته مستورد، كاندي مستورد، كل الكلام ده. بعد كده جينا في 2021 جددنا ووسعنا المحل ودخلنا موضوع الاكل معنا. اللي اتعلمتها دايما دي اتعلمتها من اخواتي الكبار، اعمل خير دايما ربنا يرزقك ويوسع عليك، اعمل خير تلاقي خير.